أهلا بكم. فوضى عارمة تعصف بالعراق منذ الاحتلال الأمريكي في العام 2003، حيث تولت فيه حكومات ودورات برلمانية عديدة، ما أحالت من التدهور على كل المستويات وغياب العدالة وتجديد نظام المحاصصة في الحكم. شعب من النازحين في المخيمات ينتظر العودة إلى مدنه المدمرة. بعض المدن نسبة الدمار فيها بلغت 80%، كما في الموصل والرمادي. وثمة من يؤكد أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في شهر أيار هي عملية احتيال سياسي للأحزاب الدينية والطائفية الحاكمة لإقناع البسطاء من الناس بأنهم قارة التغيير والإصلاح بعد القضايا على قوى الإرهاب وفشل نظام المحاصصة. الانتخابات الجديدة ستلبي مصالح كل أحزاب العملية السياسية ومشغليها فقط برأي آخرين، كما جرى في تجربة 14 سنة الماضية. موقف الرأي العام في العراق من الانتخابات الجديدة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا فشلت كل قوى العملية السياسية في ملامسة الواقع العراقي على مدى 15 سنة من عمر التغيير السياسي؟ وهل تتوقع هذه الطبقة أن يمنحها المجتمع العراقي فرصة أخرى في ضوء مراكمتها لكل هذا الفشل الهائل في المرحلة الماضية؟ وهل ما زالت وعود التغيير والإصلاح الشامل التي يسوقها مكررة شركاء العملية السياسية تجد آذانا شعبية صاغية؟ وعلى ما ستتكئ الأحزاب الطائفية هذه المرة في تسويق نفسها انتخابيا بعد القرف الشعبي من الخطاب الطائفي وانعدام برامجها الانتخابية؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، صباح الخزاعي، قحطان الخفاجي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نبحث فيها فشل الطبقة السياسية المكرر والمتكرر في تمثيل الشعب العراقي هموما وتطلعات عبر تجربة 14 سنة الماضية. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، والدكتور صباح الخزاعي، سيكون معنا عبر سكايب من لندن، وهو أكاديمي وباحث سياسي كما قلنا، والدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. أهلا ومرحبا. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، ما هي الأسباب الحقيقية لهذه الهوة السحيقة والبون الشاسع بين قوى العملية السياسية والمجتمع العراقي، على الرغم من أن عمر التجربة أو عمر هؤلاء في الحكم يعني عقد ونصف العقد من الزمان؟ هذه الهوة ازدادت مسافة مع مرور الزمن، وهذا ما يتضح في نقمة وسخط شعبي على أداء هذه الطبقة كلها بلا استثناء. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، ربما يعني سأبدأ الحديث في الإجابة عن سؤال حضرتك وسؤال مهم بذكر بعض العجائب التي يعني برزت خلال هذه السنوات من عام 2003 لحد الآن. والعجائب في العراق منذ عام 2003، عام احتلال، لحد الآن لا تعد ولا تحصى. لكن من ضمن هذه العجائب أن البعض من العراقيين يعتقدون أن المشكلة تكمن في طبيعة الانتخابات، في آليات الانتخابات، في بعض الوجوه، في طريقة الانتخاب، في قانون الانتخاب، يعتقدون هذا ويتجاهلون أن المشكلة أساساً بنيوية في تتعلق بأصل الاحتلال، بمشروع الاحتلال، بكل ترتيبات الاحتلال. ومن العجائب أيضا، دعني أذكر يعني بعض العجائب التي ربما توضح الصورة وتضعنا في الإطار. من العجائب أيضا أن البعض، يعني كل، ليس البعض، كل قوى العملية السياسية من أحزاب وشخصيات وقوى كلها ترفض المحاصصة، وتكلم عن المحاصصة، وترفض المحاصصة الطائفية والإثنية، ولا يقبلون في الحديث عنها مثل ما يقولون. لكن واقع الحال أن كل هذه القوى لا تمسك مفاتيح الحكم إلا تحت المظلة الطائفية، وإلا تحت مظلة المحاصصة الطائفية والإثنية. فكل أحاديثهم كذب، والشعب يتفرج على هذه العجائب وهو شاهد عليها. ومن العجائب، لكن دكتور، هذا المتكئ الآن لم يعد له مقبولية وقبول. الناس، المزاج الشعبي في حالة قرف شديد من الخطاب الطائي والاستثمار
في هذا الخطاب. لذلك أنا أذكر هذه العجائب الوصول إلى الحالة التي وصل إليها. لماذا وصل الشعب إلى هذه الحالة اللي حضرتك توصل الآن؟ من ضمن هذه العجائب هذه القوى أن كل هذه القوى وتشارك المرجعية الدينية يتحدثون عن الفساد، يرفضون الفساد ويطالبون برأس الفساد، يطالبون بقطع رأس الفساد. وهنا يبرز السؤال، إذا كانوا كلهم هكذا فمن هو الفاسد؟ هل هو الشعب العراقي؟ هذه واحد من الأسئلة الكبيرة. إذا كانت كل القوى الحزبية الحكومية، كل القوى الدينية المرجعية تطالب برأس الفساد، من الفاسد إذن؟ وهنا نقطة دكتور، إذا سمحت لي أخليك إن شاء الله تكمل. نعم. المرجعية الدينية في مراحل سابقة، في سنين سابقة، سمت قوائم بعينها، أسماء بعينها، أنه دعت الناس للتصويت لهذه القوائم أو الأسماء على أنها أسماء نزيهة وأنها من أبناء المرجعية كما قيل. الآن حينما تطالب المرجعية الآن لا زالت تقول انتخبوا الأصلح، لا زالت تحجم عن تسمية من هو الأصلح. لماذا لا تسمي كما سمت في السابق أن هناك أصلح؟ لماذا لا تسمي الآن الأفسد؟ يعني على الأقل مثل ما سمت صالحين، سموا أن هؤلاء فاسدين، لا تنتخبوهم. يعني دعني قبل أن أكمل هذا أجيبك بشكل سريع. نعم. هل هناك من هو صالح لكي تشير له المرجعية ويقتنع به الشعب؟ يعني بكل هذا الطيف السياسي الذي على الساحة العراقية، هل هناك من صالح يقنع الشعب ويستطيع وتستطيع المرجعية أن تشير إليه والشعب يقتنع بهذه الإشارة ويذهب إليه؟ أنا أشوف في ذلك ليس شيء، لكن أؤكد ليس هناك أحد من هذا النوع، والمرجعية تعرف أنها في مأزق كبير إذا ما قالت ذلك. أعود للعجائب. من العجائب أيضا أن التظاهرات تخرج، خرجت تظاهرات مليونية مطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات، لأن الانتخابات هذه، تغيير هذه المفوضية مثل ما قالوا تسويقها، سيأتي على المحاصصة، سنقتل المحاصصة إذا ما غيرنا مفوضية الانتخابات، متناسلين أو متجاهلين أن البوصلة خطأ، أن الهدف خطأ، تغيير هذه لن يغير شيء، الأصل في هذا الإطار الحاكم، سيبقى الإطار محاصصي، فقه المحاصصة هو الذي يحكم العملية السياسية ويحكم الانتخابات. فلذلك هذه التظاهرات التي حتى في هذا التفصيل دكتور، والقضية الشكلية أيضا لم يستطيعوا تغيير مفوضية أبداً، على الرغم من أنه هذا التغيير لن يفضي إلى شيء، لن يفضي إلى شيء. وقدموا في آخر تظاهرات، قدموا 7 قتلى وعشرات الجرحى، ضربهم بالرصاص وقنابل المسيلة للدموع والدخان، وبالتالي ذهبت دماء الناس هدرا من قضية غير حقيقية غير واقعية. النقطة المهمة الخامسة أو الواحدة من العجائب، وهي كثر يعني آخرها وليس يعني أخيرها وليس آخرها باختصار، أن السلطات، كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في العراق الجديد تتكلم عن أنها مؤمنة بمبدأ فصل السلطات، لكن واقع الحال أن هذه السلطات متداخلة، الكل يحمي الكل، والكل كلها وجوه لنفس العملة الرديئة. لذلك من خلال هذه العجائب وصلت قناعة الشعب أن هؤلاء الذين أفسدوا، الذين خربوا، الذين دمروا البلاد، الذين جوعوا الناس، وصل عدد الفقراء أكثر من 38% باعتراف وزارة التخطيط الحالية. نعم. 10 ملايين عراقي تحت خط الفقر في المزابل، يأكلون من المزابل. البطالة 65%، هجرة غريبة عجيبة، ملايين المهجرين، ملايين النازحين، فقر، بطالة، خراب، دمار، سرقات، العراق فيها أعلى مراتب الفساد. طيب الطائفية في أعلى مراحلها، الخدمات كلها معدومة، من هو المسؤول؟ القوى الآن التي دخلت كل هذه الانتخابات طوال هذه السنوات من عام 2005 أول انتخابات لحد الآن هي نفسها، نفس الوجوه، نفس المشكلة. ليست في الوجوه، المشكلة ليست في مفوضية الانتخابات، ليس في آلية الانتخابات، ليس في كل هذا. نعم. المشكلة بنيوية في أصل العملية السياسية، في هذا الخراب، في هذه المحاصصة، في هذه الطائفية. هذه يجب أن يدركها الشعب. خلال هذه السنوات أدركوا أن هذه الانتخابات لم تأتي بشيء، ما الجديد لكي يضاف إليهم؟ الآن المواطن العراقي يسأل نفسه، ونحن نتساءل أيضا، ما هي الخلفية التشريعية أو ما هي المرجعية التشريعية للنواب؟ يعني ننتخب النواب الآن،
الشعب يذهب لانتخاب نواب. سنتحدث دكتور أيضا عن قضية المرجعية، لكن لأنه بس تأخرنا على ضيوفنا دكتور صباح الخزاعي في لندن. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا دكتور. هذا البون الشاسع بين أرباب الحكم في العراق الجديد وبين المجتمع العراقي، هناك هو سحيقة ومسافة كبيرة طبعا تتخللها حالة من الغضب ومن النقمة والسخط الشعبي. فقط مرد أن هذه طبقة سياسية استلمت العراق في إطار مشروع سياسي بني على غزو عسكري، مشروع مستجلب من الخارج، لم يعكس طبيعة المجتمع العراقي هموما وتطلعات وثقافة، أم أن هناك أسباب أخرى لهذه الهوة السحيقة وهذا البون الشاسع بين الطبقة السياسية والمجتمع في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد لو عدنا إلى المربع الأول لاتضحت الصورة أكثر، أو يعني إعادة إيضاحها مرة أخرى. نعم. وهو أن العراق محتل، العراق احتل في عام 2003 احتلال أمريكي بريطاني غاشم، والذي ساعد المحتل في هيمنته وشرعنة احتلاله في العراق قوتان أو قوتين. نعم. ظاهرتين، وهي إسرائيل والكيان الصفوي في طهران، مع قوى عربية خفية لا نريد أن نذكر أسماؤها حقيقة في الوقت الحاضر. نعم. وبالتالي هذا الاحتلال يجب أن يدوم، ويجب أن توجد عملية سياسية لتشرعن هذا الاحتلال وشيطنة النظام السابق، ويجب قمع الشعب العراقي وقمع قواه الوطنية وقمع قواه قوى المقاومة والمعارضة والممانعة. فهذا الذي هذا الذي يعني حقيقة هو الحادث في العراق منذ 2003 ولحد الآن. لكن المسألة بما أنه هو مرض سرطاني ولا يمكن أن يجلب صحة للعراق، فبالتالي يعني أمراضه وعلله مستمرة منذ 2003 ولحد الآن، فليس هنالك جديد. يعني هذه العملية السياسية لم تنتقل إلى عملية بناء دولة، ولن تنتقل على فكرة يعني. إضافة إلى ذلك، ليس هنالك إنجاز على الأرض لكي يقتنع بها الشعب العراقي، لأن العملية السياسية التي أوجدها المحتل جاءت لكي يبقى العراق دولة عليلة، دولة فاسدة، دولة فاشلة. وبالتالي الهوة ستزداد بين الذين في المشهد السياسي في المنطقة الخضراء والعراقيين. لكن إيقاف تدهور هذه الهوة أو اتساعها يتم بالقمع من قبل إيران ومن قبل إيران بالتوافق مع الخونة والعملاء من الداخل. هذه الهوة هي ساحقة وكبيرة جدا. هنالك مسألتين تحكم العراق، إرهاب وديمقراطية، يعني انتخابات نقطة على السطر، غير شيء كل شيء ماكو إنجاز على الإطلاق. هنالك هيمنة وهو خلق إرهاب، وداعش مخلوقة، داعش كائن غربي إيراني، يعني جاء إلى العراق لكي تهدم الدول المدن المقاومة، المدن العربية. دكتور صباح إذا سمحت لي، التاريخ يعج بأمثلة على دول احتلت من قبل قوى غربية، الاحتلال الأمريكي، الاحتلال البريطاني، الفرنسي وغيرها من القوى، لكن هذه الدول تعرضت لاحتلالات، خرجت من هذا الاحتلال ربما قوى على الأقل قوية اقتصاديا، يعني ألمانيا، اليابان وغيرها من الدول تعرضت لاحتلال وتدمير، مع ذلك بنت دولة ديمقراطية محترمة، أساس المواطنة، العدل، الإنتاج. لماذا التجربة في العراق فشلت؟ القضية فقط في الاحتلال، أم أنه الطبقة السياسية الموجودة الآن وكأنه الفساد فيها أو التخريب أيضا بنيوي كما قال دكتور رافع، أم أنه المطلوب منهم أن يسيروا بهذا الاتجاه وهو عملية يعني المزيد من تخريب البلد وتخريب مجتمعه؟ أنا من وجهة نظري حقيقة إذا رجعنا إلى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، أو حتى الحروب التي حدثت في أوروبا، أو الحروب بين الشرق والغرب، أو بين الإمبراطوريات، كانت الحروب مصالح دول تعكس مصالح شعوب. يعني كانت الحروب حقيقية وليس نفاق. أما الذي حدث في العراق فهو احتلال باطل لا يخدم إلا المحتلين، ولا يخدم الشعب العراقي. لو كان هذا الاحتلال يخدم الشعب العراقي لتبينت صحته
ولا ويعني أعاد بناءه العراق يعني كشعب وكدولة. لكن المشكلة هو أن هذا الاحتلال لا يخدم العراقيين على الإطلاق منذ البداية، وإنما يخدم المحتلين، والمحتلين إيران وأمريكا وإسرائيل يعني متناقضات غير غريبة عجيبة، لكنهم يتفقون على سحق الشعب العراقي وخصوصا العراق بالذات، لأن العراق كما يقال جمجمة العرب، وهو دولة نفطية يعني دولة منظمة أوبك، ويمتلك من العقول ويمتلك من القدرة العسكرية ويمتلك من القدرة المالية ويمتلك من القدرة العلمية والكفاءات ليس لها نظير في بقية دول الشرق الأوسط ما عدا احتمال ممكن تركيا وغير تركيا. ولهذا الذي يحكم العراق هو النفاق السياسي، واضح النفاق بكل ما تعني الكلمة من معنى، كلهم دجالون، كلهم يعني عملاء، كلهم خونة. أنا أقصد الذين يعني على المشهد السياسي، كل من يستلم راتبا لوظيفة سياسية هو خائن وعميل لأعداء العراق. واضح. نتحول إلى بغداد مع دكتور قحطان الخفاجي. دكتور مرحبا بك معنا. دكتور قحطان الخفاجي. نعم معك حبيبي، حياك الله. أشكرك تسمعني دكتور. نعم الطبقة السياسية الموجودة الآن في العراق تولت أو استلمت العراق من الأمريكان العراق الجديد الديمقراطي، وكانت يعني أمامها فرصة كبيرة، بل فرص كبيرة تمثلت بدعم دولي وإقليمي وعربي كبير لهذه التجربة، تجربة أيضا بنيت على أنقاض تجربة حكم شمولي الآن عمرها عقد ونصف العقد من الزمن. مع ذلك لم تستفد من هذه التجربة وهذا الدعم في بناء دولة، دولة مواطنة، دولة عدل محترمة، أو حتى الشروع بإصلاح متدرج على الأقل لإقناع الناس أنه ثمة شيء في الطريق، خاصة إحنا عندنا الآن تجربة من 15 سنة. لماذا هذا الفشل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أشرف بضيف القناة وبضيف الكرام المشاهدين. أهلا دكتور. الفشل حالة طبيعية بالتأكيد على كل إنسان، ولكن المشكلة في الفشل في العراق تختلف عن بقية تجارب العالم والشخوص. ذلك أنه الفشل في العراق من 2003 هو الغاية بذاتها، هو أن تفشل دولة، تنهي أسباب وجودها، تفسخ ألحمة مجتمعية هي الغاية الأساسية من وجود الاحتلال ووجود العملية السياسية ووجود هذا التقويم من الأحزاب السياسية. إذن في تصور القائمين على العملية السياسية في رأيي متواضع أنه ليس فشلا بقدر ما هو نجاحا لدمار هذا البلد وتفكيك هذا البلد. من جانب آخر، أن هذه الأجندات التي أو هذه الأحزاب السياسية لا تمتلك رؤية وطنية نهائيا، فهي إضافة إلى التكوين الطائفي المذهبي، هي تأتمر بأمرة قوى إقليمية ودولية، وهذه القوى الإقليمية والدولية لا يمكن أن تفكر بساعة واحدة بما يخدم العراق. وبالتالي الإرادة والتوجه أساسا هو لإنهاء دولة. يعني دكتور أنت تعتقد أن قوى الغزو أمريكا وبريطانيا وإيران كما يقول دكتور الخزاعي كان لديها شرط مسبق لعملية نسف الدولة وتخريب الدولة، شرط مسبق لهذه القوى التي جاءت معها والآن هم شركاء في العملية السياسية لكي يستلموا حكم العراق، عليهم تحطيم الدولة وتقويض وشائج المجتمع؟ بالتأكيد هي الغاية الأساسية، وأن ادعوا غير خلال ذلك، لأن التكوين المذهبي الطائفي يفضي بالنهاية إلى تقسيم المجتمع. اتهام الإرادة الوطنية بإرادة خارجية هو يقلل من خيارات الوطن. تكوين مؤسسات مهلهلة غير علمية غير منطقية، وتهجير الكفاءات العلمية يعني تجهيل عمل الوطن وتسفيه المستوى العلمي. إذن هذه الدلالات وهذه هي أسس لهدم دولة ولإنهاء بناء كان مبني سابقا بغض عن رأينا بالمستوى السياسي النظام السابق، كانت دولة، كانت مؤسسات قد يكون يشوبها الخلل هنا وهناك حالة طبيعية وآراء مختلفة، ولكن كانت دولة مؤسسات قائمة. ولكن الآن كما قلنا الترتيب السياسية، الارتباط الإقليمي، عدم منح فرصة حقيقية للكفاءات العلمية وللمهنيين بأن يؤدوا أو يشغلوا المناصب اللازمة، كلها تؤدي إلى أن هناك رغبة وإصرار على أن يأتي الشخص الغير مناسب للمكان الغير مناسب.
وبالتالي هذا اللي حصل او اللي سيحصل. لذلك لا يمكن ان يعول العمليه السياسيه هذه ان تنظر الى شيء ايجابي طالما الاليات هي قائمه كما هي وارتبطت كما هي والسياسيه العمليه السياسيه هي كما بدات من 2003. اذا نحن للاسف الشديد من سيء الى اسوء ومن ظلمه الى حاله اكثر ظلمه واكثر ذله لا قدر الله، لان المعطيات تشير الى هذا الاتجاه. نعم. دكتور رافع الفلاحي، يعني واضح انه كما اسلفنا أن هناك نقمه شعبيه وسخط على اداء من تحاصص حكم العراق الجديد، كل الطبقه السياسيه بلا استثناء، الكل مشمول بهذا الغضب والاتهام من قبل المجتمع في العراق. هؤلاء ما زالوا يتعكزون على وعود بالاصلاح، مع كل انتخابات هناك اصلاح، هناك تغيير، هذه الانتخابات ستكون هي المنطلق الحقيقي للاصلاح. هل تعتقد ان المجتمع لا زال مستعدا ليسمع مثل هذه الوعود، مستعد ان يعطي فرصه، ام انه القطار كما يقال فات وليس هناك من اذان صاغيه تحت اي ظرف؟ حقيقه استاذ ماجد، يعني ممكن ان يخدعوا الناس مره او مرتين، لكن لا يستطيع ان يخدعوا الناس على طول هذه السنوات. نحن الان بعد 15 سنه من هذه التجربه العقيمه، هذه التجربه القاتله المدمره للعراق من عام 2003 لحد الان، مرت 15 سنة على هذه التجربة. الشعب العراقي شهد أياما سوداء طوال هذه ال 15 سنة، بدأ يتحسر على الماضي، بدأ يتحدث بطريقة أخرى. التجربة أعطته، تجربة هذه ال 15 سنة أعطته دروسا كبيرة. وجد أن كل هذه الشخصيات، كل هذه الأحزاب، كل هذه القوى، كل مرجعياتها دينية سياسية، كائن من يكون، مرجعيات أقليمية دولية، كلها تكذب عليه، كلها الغاية التي تعمل من أجلها كل هذه القوى هي سلب إرادته، سلب أمواله، سلب حياته. وهذا ما حصل فعلا، العراق خسر. فبالتالي هناك سؤال شعبي يتداوله كل الشعب بالتأكيد، وهذا السؤال يعني الآن العراقيين ليس لهم حديث إلا الحديث في هذا السؤال: ما الفائدة في المشاركة في هذه الانتخابات؟ ما الذي سيعود عليه؟ وهذا السؤال كان يجب أن يطرح في عام 2005 وبعدها وصولا إلى هذه الانتخابات. ربما البعض خدعهم، كانوا يتحدثون عن داعش، كانوا يتحدثون عن إرهاب، عن مكون معين يهددهم، عن فئة معينة تهددهم. الآن الأمور واضحة بعد 15 سنة الخراب. الآن يعني العراق في قعر الهاوية. دكتور، الآن حديث بعد قضية ذريعة داعش أو انتهاء ذريعة داعش، بات حديث من جديد أن حزب البعث ينشط ويريد استلام، يعود إلى السلطة واستلام السلطة، رجعنا على الأسطوانة القديمة. ما عاد أحد يصدق هذه هذه الأكاذيب، ما عادت يعني هذه المشجب هذا اللي يعلقون عليه كل هذه القصص، ما عادت تقنع الشعب العراقي. الشعب العراقي أكبر من كل هذه الأكاذيب. الآن وصل إلى قناعة أنه يعني إجابة على هذا السؤال: ما الفائدة أنه أذهب إلى انتخابات لكي أنتخب نفس الفاسدين، لكي أعيد تدوير الفساد والخراب، أعيد تدوير هذه النفايات مرة أخرى، لكي أعيش 4 سنوات أو 5 سنوات، ما أعرف إيش قد الدورة الانتخابية مالتهم، 4 سنوات أخرى جديدة من العذاب والأذى بوعود وعدوهم كثيرا. أيضا في الخطاب السياسي الإعلامي الآن على الناس أن تنتخب الدماء الجديدة أو الدماء الشابة أو القوائم أو الشخصيات التي لم تتلطخ أيديها بالتجربة السابقة. هذا كلام. أي تجربة إذا كانت الأحزاب هي والقوى هي والشخوص هم، أي تجربة هذه تقاسموها من عام 2003 لحد الآن نفس الوجوه، حتى لو كانت هناك يغيرون في المقاعد ويأتون بجيلا جديدا من نفس العقيدة، نفس الرؤية، نفس لو كانت هناك دماء جديدة أو دماء شابة بإمكانها أن تحدث الإطار شيء. الإطار الحاكم هذا الإطار المحاصصي لا يمكن أن يغير شيئا. يعني القضية لا تتعلق بالوجوه، لا تتعلق بدماء جديدة، القضية تتعلق بالإطار الذي يتحرك فيه كل هؤلاء. الإطار هذا مبني على أساس محاصصة، مبني على أساس تسلط، ديمقراطية زائفة، خراب زائف، وهذا ما حصل في العراق. لذلك الآن الحديث يجري عن مقاطعة،
شاملة لهذه سنتحدث دكتور عن المقاطعة، عن دوافع المقاطعة، عن جدوى المقاطعة، وهناك أيضا حديث حكومي من الطبقة السياسية عن تسفيه هذا الفعل، لكن نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لإكمال النقاش. طبعا بالإذن من الضيوف الكرام والمشاهدين نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في الفشل المتكرر للطبقة السياسية في تمثيل هموم وتطلعات المجتمع في العراق خلال 15 سنة الماضية. ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور صباح الخزاعي ودكتور قحطان الخفاجي. دكتور صباح الخزاعي، في لندن هل ثمة ما يدعو إلى التفاؤل هذه المرة في الانتخابات البرلمانية القادمة لتكون منصة للتغيير للإصلاح كما الآن تسوق وعود في الخطاب السياسي والإعلامي للطبقة السياسية؟ هناك مؤشرات جدية على عملية التغيير، وممكن أن نشاهد أداء سياسي أفضل ومختلف في المرحلة الجاية. ثمت مؤشرات؟ المؤشرات الواضحة هي أن نفس الصورة تعاد، يعني كل 4 سنين نفس الخطاب، نفس المقالات، نفس البرامج، هم تقال وعود بعد وعود، يعني وهي كلها باطلة وهي غير صحيحة، لأن التركيبة هي غلط، هو النظام غلط. يعني دكتور بس اسمح لي فقط دكتور، لكن الآن كما يقال إنه النتائج ربما تعرف من المقدمات، الآن المقدمات مختلفة عن المقدمات التي كانت في المرحلة السابقة. الآن الاستثمار في القضية الطائفية والخطاب الطائفي ممقوت، لا يجد آذان صاغية من المجتمع في العراق، هذه نقطة قد انتهت. قضية الإرهاب قضية قد انتهت، لذلك مقدمات أو ظروف جديدة قد تفضي إلى شيء جديد، إلى شيء إيجابي. لا أنا لا أتفق حقيقة. الرأس وقع، الفأس وقع في الرأس. التحشيد الطائفي حدث وعند صارت له ركائز وصاروا له جماهير، والشعب العراقي قسم مجبرا إلى يعني تقسيمات إثنية وعرقية وطائفية، هاي لا بيدي ولا بيدك، هذه مضخات إعلامية تبث وتضخ السموم 24 ساعة. وبالتالي من 2003 لحد الآن الفضاء مفتوح للوضع الطائفي والهيمنة الطائفية من قبل إيران، وبتغاضي أمريكي صهيوني واضح جزأ ودمر الشعب العراقي. الآن الأثنيات والأقليات يزيدين يردون مقعد الأرمن، يردون مقعد الشبك، يردون مقعد، هذه كلها موجودة. فحتى إذا الـ 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 يعني المتصدر السياسي في المسألة الحالية يعني يقول عكس ذلك، فهو يعني من أجل أن يسمع الناخبين أو الشعب العراقي كلاما يحلو لهم، يعني يتغنون به، بس واقع الحال هو هكذا. هذه الانتخابات، شوف أنا أقول لك إياها بصراحة، هذه الانتخاب أنا لا يهمني من الذي يأتي على المشهد، أنا لا يهمني سواء حدثت الانتخابات أو لم تحدث، أنا لا يهمني من يأتي، أنا فقط اللي قاهرني حقيقة هو أن يسوون انتخابات ويضحكون على الشعب العراقي لكي يشرعنوا الفساد ويشرعنوا القتل ويشرعنوا وجودهم في العراق. إضافة إلى ذلك أن هذه الانتخابات لا تخدم الشعب العراقي بالمطلق، وإنما تخدم فقط إيران وإسرائيل وأمريكا، وخصوصا لكي لا أتوسع تخدم المحتلين المهيمنين، الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني. الأجندة لا زالت مستمرة، ولا زالت يعني يعني الخنادق غير مشتبكة بين المحتلين الصفويين والأمريكي. هؤلاء الموجودين في المشهد السياسي هؤلاء فقط يعني كومبارس،
أو ممثلين يمثلون هذه التمثيلية المجة على الشعب العراقي، وإلا هي لا داعي لها. نعم. لأنها العدو هو ليس الانتخابات، العدو ليس هو قانون الانتخابات، العدو هو ليس يعني المفوضين العلوى للانتخابات، لا، العدو هو المحتل. نعم. العراق محتل، العراق مسروق، العراق منهوب، وبالتالي نحن نلعب في غير ملعب، هم يريدون بهالملعب نلعب، انه ان وضع العراق هو ستحدده الانتخابات. نعم. الانتخابات اخي باطله من الاساس، محسومه، حصصها محسومه من الاساس، لان نظام الكمبيوتر يعني النظام الذي يعني يحصل الاصوات ويقسمها ويوزعها نظام امريكي، وهذا النظام بزر يعني بدقمه بس يعني بس تضغط زر تغير الاصوات من 40 مقعد الى 20 مقعد، لكن امام العالم وامام شاشات التلفزيون على ان الشعب العراقي خرج الانتخابات، واعتقد المقاطعه هي خير واضح يعني خير دواء لهذا. نعم. لهذه العله. وما جرى في 2010 شاهد حينما فازت قائمه هي القائمه العراقيه، ومع ذلك أسند تشكيل الحكومة إلى حزب الدعوة وإلى المالكي. دكتور قحطان الخفاجي في بغداد، يعني خلال 15 سنة الماضية كانت العملية السياسية ولحد الآن تتأرجح بين مشغليها الرئيسيين أمريكا وإيران، مع هذا السخط الشعبي الكبير والفشل الكبير على كل المستويات في العراق، هل تتوقع أن هذه العملية السياسية وقواها ستمتلك هذه المرة الشجاعة لتشب عن الطوقين الأمريكي والإيراني باتجاه مشروع وطني أو بناء دولة قائمة على أسس المواطنة ومغادرة كل المربعات أو الدوائر أو المسارات الطائفية والعرقية التي كانت سائدة في المرحلة الماضية؟ لا بالتأكيد هذا المسألة أو الكلام غير منطقي للمرة، هذا عشان الجميع يعني، ولا من أين جاءت القدرة الإمكانية؟ ما الذي يمنع دكتور؟ ما الذي يمنع ذلك؟ لان كثر امر تقييمها دعمها وجودها غيرها تابع لواشنطن وطهران، وبالتالي لا يمكن من مره ان يكون هناك خروج عن دائره طهران ودائره واشنطن. واحد اثنين القوى السياسيه حتى الارتباط والانتماء، والغالب منهم من يفكر بعلاقته مع ايران وتابعته ايران، وبالتالي اثنين هناك صراع الان بدا يذهب باتجاه تصعيد بين امريكا وبين ايران، تنافس او شيء من هذا القبيل، وامريكا ساعيه باتجاه تقديم اظافر ايران في المنطقه، وبالتالي لابد ايران تدعم الاطراف المؤيده لها في بغداد، لان الان هي بيدها مفتاح المنطقه، وبالتالي اتوقع زياده الانتماء لهذه الاحزاب في طهران وواشنطن، وليس العكس. شيء ثاني، وإن أظهروا نوعا من الرغبة بتغيير الوجوه أو تغيير الخطاب أو ما يسمى الآن بالنقراط والجهات الوطنية والمهنية، هذا أيضا لأن الشارع لفظ هؤلاء ونفذهم، وبالتالي هم يريدوا بحاجة أفضل إلى أن إعادة إنتاج نفسهم بأدوات وبمسميات بدت ملموسة وبدت مقبولة. إذا هم ليس فيهم رغبة حقيقية لأن يكون للتكنوقراط دور حقيقي، ثوب جديد يحاول ارتدائه لكي يظهر، ولكن تبقى الأمور هي كما هي، تبقى الانتماءات المذهبية ضيقة، تبقى العلاقات الارتباطية ارتباطات في القوى الإقليمية المجاورة، تبقى عملية الفساد سيد الموقف، وأيضا حتى عبادي الذي انبرى الآن على طهو الجواد لكي يحارب الفساد، أنا ما زلت أشك في إمكانية تحقيق هذا الهدف، وإذا حققه نرفع له القبعة لأننا جميعا نسعى إلى محاربة الفساد بالتأكيد، ولكن معطيات الواقع لا تساعد على ذلك. هذا إذا ما كنا نقول أنه هو أحيانا جزء من الفساد الذي انتشر في العراق. نعم. إذا نحن الآن أمام عملية إعادة الذات، ولكن بمحاولة إظهار بصبغة جديدة، والنتيجة لا تخرج إرادة الأحزاب عن أمريكا وعن طهران نهائيا. نعم. دكتور رافع الفلاحي، يعني واضح أنه هذا العزوف الشعبي الكبير عن التوجه للانتخابات يأسا وإحباطا، وأيضا الطبقة السياسية تستشعر هذا المزاج الشعبي الناقم والساخط، وتحاول إثناء المجتمع عن الذهاب بهذا الاتجاه، محاولة التقليل من شأنه، محاولة تسفيه هذا الخيار، خيار المقاطعة. وفعلا السؤال، ما جدوى المقاطعة؟ ما الفائدة التي ستعود على المجتمع
إذا ما ذهب باتجاه المقاطعة لهذه الانتخابات، قاطع هذه الانتخابات بشكل كامل. أستاذ ماجد، الشعب أدرك لابد، يعني على الأقل غالبية الشعب العراقي أدرك اليوم بعد تجربة 15 سنة من الخراب والدمار والفساد وكل هذا السوء اللي فيه العراق، اكتشف أن المشاركة بالانتخابات هي في الحقيقة مساهمة في إطالة عمر هذا الخراب، في إطالة عمر هذا الفساد، هذا الخراب، هذا الدمار، هذه الطائفية، هذه التجربة البائسة من 15 سنة لحد الآن، هذه التجربة التي لم تنتج سوى طائفية وخراب وسرقات ونهب وضياع لحدود العراق السياسية والجغرافية، لقيمة العراق، لهيبة العراق، لكل شيء في العراق. والعملية السياسية أخذت وقت كافي جدا لإثبات هذا نجاح. نعم. النقطة الثانية، المقاطعة، إذا كنا نتحدث عن المقاطعة، هناك شعور وعي عالي أو شعور متنامي مثل ما حضرتك بالمقاطعة، بالذهاب إلى المقاطعة. المقاطعة ليس مثل ما يقول من هم في العملية السياسية، من يروجون أن هذه المقاطعة غير حقيقية، لا تذهبوا إليها لأنها ستخسركم. أنا أعتقد أن المقاطعة في الواقع، وهذا الواقع الحال، المقاطعة هي ليست موقفا سلبيا وعدميا مثل ما يصورونه، هي تطور وعي شعبي، هي جزء من تطور الوعي للوقوف لعدم إعطاء شرعية شعبية لهذا الخراب لكي يستمر، وبالتالي هي وجه من أوجه النضال السياسي لإسقاط هذه التجربة البائسة. الشعب حمل السلاح، نعم، ذهب إلى تظاهرات وحمل السلاح ومقاطعة واعتصامات وقتل، ووجه بكل هذه القضية. الآن جزء من عدها، والشعوب لا تيأس، الشعوب تبقى تحاول مرة وبعد وأخرى وتعيد التجربة وربما مرات لكي تصل إلى أهدافها. واحدة من أوجه النضال الشعبي في كل شعوب الدنيا هي المقاطعة. هذه المقاطعة ليست سلبية وليست عدمية، هذه وجه من أوجه النضال. هذه إذا ما استخدمها الشعب العراقي بشكل حقيقي سيكشف وجه هذه التجربة البائسة التي حلت بالعراق، سيكشف وجه هذا النظام الذي جاءت به أمريكا وقالت إنه هذا النموذج لكل العالم، هذا النموذج إلى أين أوصل العراق، إلى أين أوصل العراقيين، لا خدمات، لا تعليم، لا صحة، لا هيبة، لا سياسة، لا هوية جامعة، طائفية، خراب، تمزيق، فكر طائفي، فكر ممزق، هذا ما وصل إليه الشعب العراقي. الآن أهل العراق في محنة كبيرة، 5 ملايين خارج العراق، وما أعرف كم مليون نازح وفقراء وأرامل وأيتام ومشردين في الشوارع، نعم، وعصابات وميليشيات وقوى سياسية تتحدث عن إعمار. والمضحك والمبكي في نفس الوقت أنهم يستغلون حاجة الناس، بطانية وصوبة وما أعرف، بهذه الطريقة يستجدون الناس للذهاب، والبعض منهم يقول إذا اضطرينا أن نسحبهم سحب بالقوة مثل موفق الربيعي، نعم، لكي، نعم، يذهبوا إلى الانتخابات. كيف، نعم، تسحبهم بالقوة أنت؟ هل أنت تستطيع أن تسحب هذا الشعب الكريم العراقي بالقوة لكي يذهب، لكي ينتخب الفساد والخراب والدمار؟ لذلك أنا أقول مرة أخرى، نعم، أن المقاطعة وجه من أوجه النضال السياسي الشعبي لإسقاط هذه التجربة البائسة. واضح. دكتور صباح الخزاعي، يعني سياسياً وقانونياً ما هي فائدة المقاطعة الشعبية للانتخابات إذا ما المجتمع أو الشعب العراقي اختار المضي بهذه القضية؟ سابقاً وحالياً مناهضو العملية السياسية ومشروع الاحتلال حينما يقولون أن هذه العملية السياسية لا شرعية لها لأنها بنيت على غزو خارجي لا مشروعية له، كان أصحاب العملية السياسية يجادلون أن شرعيتهم مستمدة من الصناديق، من الإرادة الشعبية. إذا الإرادة الشعبية كانت صفر أو المقاطعة كانت في أعظم حالاتها، إلى أي شرعية سيستند نظام الحكم القائم في العراق الآن؟ هذا السؤال مهم حقيقة، وهذا دورنا إحنا كمثقفين وكمتابعين، نعم، ودوركم أنتم كإعلام لكشفها ولتجنيد الشعب العراقي ليفهم هذه النقطة التي يعني يزاودنا عليها السياسيين الباطلين. بالنسبة إلى الإعمار في العراق، يعني حكومة العبادي باطلة وكذابة ودجالة ومنافقة،
بالنسبة إلى الموصل، لو صدق هم يردون يعمرون الموصل، هذا هو لا لا مطار دكتور، الموصل، الوقت ليش ما ضيق جدا، عمروه؟ خلينا بالسؤال، هل ثمة نعم. فائدة والنقطة الثانية، سياسية وقانونية ستعود على الشعب العراقي إذا ما اختار المضي بالمقاطعة؟ نعم، قالها أحد الإنجليز لي وهو مدرس مثلي في نفس الكلية، قال لي أستاذ صباح لولا المقاطعة الهندية والانتفاضة الشعب الهندي بزعامة مهاتما غاندي نعم لما خرجنا من الهند. قال يجب أن تطبق تجربة الهند عندكم في العراق، المقاطعة السلمية وعصيان مدني، عند ذلك سيخرج الإيرانيون والأمريكان، وإلا إذا بيبقى الشعب العراقي نائم هكذا ويقبل بما يخطط له السياسيون ومرجعياتهم الدينية والمدنية الفاسدة فسوف يبقون هنالك ولن يخر ولا يتحركوا. يقول لي استاذ صباح ليش نطلع اذا انتم فرحانين ومرتاحين بالوضع هذا؟ فالامريكان والايرانيين باقين، نعم. لكن اذا ريتوا تطلعونا قتال ما تقدرون تقاتلونا، لان انتم لان نذبحكم، عندنا دبابات وعندنا طيارات، على الاقل ممكن تخرجونا بحاله واحده وهو عصيان مدني ومقاطعه كما فعلها أشكرك. الهنود، عصيان مدني ونضال ومقاطعة. مقاطعة الانتخابات مهمة جدا جدا جدا، لأن هي الكرة التي تتدحرج في الثلج وتزداد لكي يعي الشعب أشكرك. العراقي ونغير الأمور شكرا إن شاء دكتور الله. صباح الخزاعي، شكرا جزيلا. دكتور قحطان الخفاجي، أنت حضرتك في العراق، هل تعتقد أن الرأي العام المزاج الشعبي حسم أمره بإدارة الظهرة يأسا وقنوطا للعملية السياسية في قرار غير مستعد للرجعة عنه؟ هذه العملية لن يسمع لها، لن يذهب معها، لن يعطيها فرصة أخرى؟ أنواعي من العراقيين مع المقاطعة ومع ترك العملية وإفشالها بهذه الآلية، نعم. ولكن للأسف الشديد السواد الأعظم ما زال مرتهن إلى آراء رجال الدين وعشائر الذين يضللوهم، وبالتالي هناك رجال دين معتبرين مثل الخالصي وفاضل المالكي والبديري دعوا صراحة إلى مقاطعة الانتخابات. نعم وحياهم الله من المنبر، ولكن للأسف الشديد هناك آخرين يقنعهم بأشياء أخرى ويوهمهم بأشياء أخرى، وبالتالي أتوقع أن الضلالة قد تأخذ مداها للأسف مرة ثانية للأسف الشديد، ولكن نحن نقول ونأمل أنفسنا بالمقاطعة عساها أن تغير. شكرا الدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا. وشكرا أيضا للدكتور صباح الخزاعي السياسي والأكاديمي العراقي، وكان معنا من لندن عبر السكايب في هذه طبعا الحلقة التي ناقشت فشل الطبقة السياسية المتكرر في تمثيلها للشعب العراقي هموما وتطلعات بعد تجربة 15 سنة، وثمة سخط شعبي واضح سيترجم ربما بمقاطعة كبيرة جدا للانتخابات التي ستجري في شهر أيار المقبل. بعد طبعا هذا الفاصل نتوقف مع دكتور رافع الفلاحي ليمدنا بخلاصة نقاش هذه الليلة. دكتور، العملية السياسية يتعذر إصلاحها كما هو يعني واضح مع تجربة 15 سنة، المزاج الشعبي يبدو ذاهب لمعاقبة الطبقة السياسية بمعاقبتها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، لن يعطيها فرصة أخرى، نفض يده بالكامل من هذه العملية، ثم ماذا؟ كل التجارب في الدنيا أستاذ ماجد تطرح نفسها وبعدين تجني الثمرات. كانوا يتحدثون وما زالوا يتحدثون منذ عام 2003 لحد الآن بأن تجربتهم تجربة مزدهرة، تجربة ديمقراطية، تجربة العراق الحر، العراق الجديد، وماذا أثمرت هذه؟ أثمرت خرابا طائفية، فرقة، تمزيق، هجرة، فساد، كل هذا يعني أثمر عنها. هذه مخرجاتها. الشعب الآن وعى هذه الحقيقة، الشعب الآن يرد على هذه لأنه التجربة، لأنه كان ضحية لهذه المخرجات. هذه فرصته لكي يرد على هذه التجربة. كيف يرد على هذه التجربة؟ يرد على هذه التجربة بالذهاب إلى الانتخابات. أنا أعتقد أن المقاطعة هي خير وسيلة أو وجه من أوجه النضال
الشعبي الآن في هذه المرحلة المطروح لمواجهة لإسقاط هذه التجربة أو لفضح هذه التجربة وسحب الشرعية إن كان الشرعية لها من هم يريدون شرعية شعبية لهذا الفساد، لهذا الخراب، لهذا الدمار، لهذا الكذب الذي يكذبونه على الشعب العراقي. لكن هل الشعب العراقي قادر أن يستمر أن يكون يعني كومبارس في هذه المسرحية البائسة التي أوصلت العراق لهذا الحال؟ هذه ليس لها علاقة لا بطائفي لا بسني لا بشيعي لا بكردي لا بعربي، هذه لها علاقة بحياة الناس، بمستقبلهم، بيومهم وبغدهم. هذه هي المشكلة الآن. الناس الآن تفكر هذا النائب الذي أنتخبه من أين يستمد شرعيته، شرعية القانونية من أين يستمدها؟ من حزبه، يستمدها من طائفته، لا يستمدها من شرعية وطنية، من منبع وطني أبداً. القوانين التي يناقشها تعبر عن رأيه ورأي حزبه لو رأي الجمهور الذي اختاره. نعم. هم لا يمثلون أحداً. أشكره. هؤلاء لا يمثلون أحداً. فبالتالي قناعة الشعب العراقي أنا أعتقد هكذا، الغالبية الشعب العراقي بالمقاطعة، وهذه المقاطعة ليست سلبية، ليست عدمية، هذه وجه من أوجه النضال. نتمنى أن تتصاعد هذه المقاطعة وتظهر وجه هذا النظام البائس، وجه هذه التجربة البائسة. شكرا دكتور، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. شكرا جزيلا. الله فيك.